ما نكذبش عليك، عندي بنتي وحده وانا عشت امي ودابا بنتي نخليها تخرج تقرا، والله ما تخرج تقرا ولا علاش هذا البارح انا جيت في الجوج الليل شتو والله ما نعست وانا ماشي الخدمه هيداك، علاش هذا الشيء هذا؟ علاش هذا المنكر هذا كامل؟ علاش؟ علاش هذا الشيء هذا؟ انا ما نكذبش عليك، نفسي المتني البارح والله الا كانت تجيني سكته قلبيه طلعوني للدار هيداك. فرزانه في هذا الولد هذا الله ياخذ فيه الحق، هذا السيد هذا ماشي خصو الاعدام، هذا السيد هذا خصو العذاب، يتعذب يموت عرق بعرق، اما لا عطاوها الاعدام يرتاح فهمتيني، وما يرتاحش عند الله، ولكن هي خصو عرق بعرق يتوفى هذا السيد هذا، خصو يتعذب كما عذب هذا الوليد هذا ورزاف والديه ورزانا حتى حنايا، هذا خصو يتعذب، خصو يجيبوه لهنايا ونعذبوه عبره الواحد باش عبره، اما الاعدام ولا شي حاجه اخرى ولا هذا والو ما تبردناش الغدايات ديالنا فهمتي، هذا خصو الاعدام اخي، والله الله الله يصبر والديه ويصبرنا حتى حنايا، انا جيت بعيد انا كما فقت من الناس بقيت كنترعى، الله ياخذ الحق وصافي. كفرد من ساكن طنجه كنبلغوا التعازي الحاره ديالنا للعائله ديال الفقيد، العائله ديال عدنان، يعني الامر هذا مفجع بزاف لينا كساكن طنجه، كما شفنا الدائره ديال الشواد رجعت بزاف شحال هذه ما كانتش، دابا رجعت وكنشوفوا بان هاد الشواد هادو رجعوا كيخرجوا في قناه التواصل الاجتماعي وكيفتخروا براسهم، كاين اللي كيقل يعني هاد الناس هادو رجع بحال نقول لك عندهم واحد القانون اللي كيحميهم، ما عرفناش علاش تفهمنا، يعني حنا في دوله اسلاميه ما خصهاش تكون فيها الشواد، علاش رجعوا دابا الشواد كيمشيو معنا وكيعيشوا معنا بحال اللي كيبلغوا لنا واحد الرساله بانهم من حقهم يعيشوا معنا، هاد الناس هادو كاين اللي كيجوجوا، البارح شفنا في قناه ديال التواصل الاجتماعي بان واحد الشخص من كاستيا خرج وجوج واحد الشخص من سبته وعملوا لهم عرس، يعني هاد المسائل هذه كارثيه ما خصهاش تبقى، وخصنا هاد الدائره هادو نحاربوها ماشي نقولوا لا حتى هما من حقهم يعيشوا بهذه الطريقه هذه، حنا دوله اسلاميه ما خصناش يكونوا بيناتنا الشواد، اللي مريض بهذا المرض هذا يتعالجوا يكونوا مراكز ديال العلاج ديال الناس الشواد، ما عطيهمش حنا قانون باش يعيشوا معنا كانهم عندهم الحق يعيشوا معنا عاديين، اي ام دابا ما تبقاش تكون مرتاحه وبنها في الزنقه كيلعب، او لا عاد تصيفط بنها يتريد وحديته، او لا يمشي بنها يقرا وحديته، فهمتي؟ لان هذا المشكل هذا صراحه راه دمر المغاربه كاملين، فهمتي؟ كيف يعقل ان طفل صغير بارئ عاجي واحد ما عرف شكون يعمل في هذا الجرم هذا، لذلك صراحه خص يكون شي قانون اللي كيحمي الاطفال ديالنا، قانون يطبق ممنوع يكونوا الشواد كيعيشوا بيناتنا، هذوك الشواد اي واحد كيتعرف ولا كيطلع في المواصل في قنوات التواصل الاجتماعي يمشي يتعالج يدخلوا لمراكز العلاج، ما يبقاوش هما كيفتخروا براسهم وعادي وحتى شي واحد ما يقدر يقول له حتى ناس شكون، يخرجوا قوانين باش المشكله خرجوا قوانين كتحميهم. نوضت انا في الصباح نوض بحكم انا كنزول المهنه ديال المؤذن، الزوجه ديالي قالت لي واحد الخبر مفجع، قلت لها شنو هو؟ قالت لي عدنان قتله، الله اكبر، يعني والله ما نكذب عليكم اخي، يعني بالدرع باش كمد الاذن، علاش؟ لان عدنان يعني عدنان واحد مسكين خونه، يعني هذاك خانه، عدنان خانه، يعني ها انت قتلته، ماشي شي التبعات ديال هاد التبعات ديال هاد الجريمه هذه، التبعات ديالها راه تبعات خطيره، هاد الام ديالو مسكينه باقا عاد تربي صحتها، الاب ديالو مسكين باقي عاد يربي صحته باقي عاد يعيش الحياه ديالو الطبيعيه، راك انت قتلتيهم كاملين وقتلتي المغاربه كاملين، ما قتلتيش غير عدنان، وهذا القلب هذا اللي عندك لا حول ولا قوه الا بالله، علاش اخي علاش حنا هيدا علاش؟ يعني انت غيعدموك، وحقا انا كنطالب حنا كاملين الساكنه ديال طنجه ولا المغاربه كاملين ولا المسلمين كاملين اللي تقول له ودي راه شني وقع عدنان واش شني عملوا له شني، يقول لك راه ضاف حق خاص بحقه الاعدام وقليل حقه، راضي الا ما كانش الحرق بالعافيه راه يعني الا ما كانش الحرق بالعافيه حرام راه خصو يتحرق، هذا انت مثلا عدمناك وتعدمتي ولكن انت ضيعتينا في واحد الطفل بارئ، علاش اخي علاش ضيعتينا في واحد الطفل بارئ اللي هو مسكين لا حول له ولا قوه،
يعني تجي انت تستغل مسكين في الطيبوبه ديالو، تستغل البراءه ديالو، تدي انت تغتصبو. والغالب في الامر انه ذبحوا، مثلا نقولوا قتلوا اولاد وذبحوا وقطعوا وجابوا يعني جاور ديال الحي ديالو، الجار ديالي مثلا جاور غير المنطقه ديال الحي ديالو وجيتي تفنتيه تما. اولا ما كنظنش كاين شي واحد هنايا اللي غيعرف بعدا يتكلم في هذا النهار هذا. هذا يوم حزين كينضاف الايام الحزينه اللي وقعت قبل، كانت وقعت في مدينه العرائش وكنا تاثرنا، ولكن كنا كنظنوا على ان ما غاديش نعاودوا نسمعوا بحال هذا الخبر هذا. هذا الخبر هذا مؤلم لانه جريمه بعدا في حق الانسانيه، في حق الطفوله. حنا كنعيشوا اصلا ايام ديال ظروف كورونا، يعني بركه اللي في الناس، يعني هذا الانسان هذا اللي بالرغم من هادشي انه ينوض يعمل هذا النوع ديال الجريمه، هادشي ما كيتقبلو حتى شي انسان، حتى شي انسان في حتى شي عصر، ماشي في هذا العصر ديالنا. واخا العصر ديالنا فيه امور كثيره ظهرت، ولكن هادشي هذا يعني بعيد كل البعد على ما اللي كيفاش خلق الله الانسان، كيفاش الله كيفاش خلقو. حنايا نوض في الصباح يعني ما فطنتش براسي حتى جبرت راسي هنايا، لان ما كيتقبلوش العقل. طبعا ديك التساؤلات ديال المسؤول والدولة والمخزن، هادشي هذا ماشي هذا هو السؤال الحقيقي. السؤال الحقيقي لان انا بالنسبة لي هاد الشخص كيفاش التكوين ديالو النفسي اللي غيخليه يوصل لهاد الجريمة. اذا حنا خصنا نحلوا المشاكل هاد الناس هادو اللي عندهم هاد الاضطرابات، خصهم يتعرفوا. الا كان شي علاج خصهم يتعالجوا، لان باش الانسان يوصل به يعمل هذه الجريمه هذه راه ما كانش في الوعي ديالو. اذا حاجه طبيعيه ما عاد غيفطن شنو عمل، بحال شي انسان كان سكران. اذا خصنا نديروا مراكز نقلبوا هاد الناس اللي فيهم هاد الامراض، يكونوا عندنا طرق باش نكتشفوهم، ولان هادو بحال شي قنابل، هذا باش حرق قدك غتعرف. وطبعا ما كاينش شي انسان ما غيطلبش الاعدام، هذا خصو الاعدام. يمكن مريض الله يحسن له العون ما نقولوش، ولكن خص الاعدام. علاش؟ باش اي واحد كان عنده هذا المرض ولا كان عنده هذا المشكل يقول انا ما نعاودش ما نقدرش ندير بحال هكا. شوش داروا هذاك السيد؟ حنا بزاف ديال 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 حاجه ديال الشرع ما كتطبقش، القطع العليات ما كتطبق، نقولوا مراعاه المجموعه ديال الظروف الاقتصاديه، هذا خص الضرب من يد من حديد.